برنامج عن طريق ان انا عضو في جمعيه صحه مصر اللي هي عامله برنامج، وده واحد من المشاريع العمليه في الجمعيه. ميزه المشاريع العمليه دي كلها بتبقى فيها افكار ابداعيه وجديده، كلها مجالات مش موجوده قبل كده، كلها افكار ما اتعملتش قبل كده، وفعلا بتركز على الحاجات الرئيسيه لنهضه المنظومه الصحيه في مصر. المشروع ده فكرته كان ان انت بتتعلم، بتشيل المسؤوليه كامله بتاعه بحث كامل من اول الفكره بتاعته لغايه الاسئله، لغايه ما انت بتعمل سبمشن بنفسك على الويب سايت انك تبعت انت البيبر بتاعتك. فان انا ادخل في المسؤوليه دي ده خلاني اعدي 5 6 سنين قدام، لان انا غالبا ما بنبداش مشوار البحث العلمي غير بعد الدكتوراه. كل ما بدات دلوقتي وانا طالب ده فرق معايا كتير جدا، فرق معايا في تعليم حاجات كتير جدا لسه كنت هتعلمها قدام وانا فيها وقت، انا اتعلمتها بالفعل دلوقتي. فالوقت اللي فاضي ان انا هوفره في ان انا ادور على افكار جديده، حاجات انمي بيها المجتمع بتاعي. فعلا لو انا عايز ابدا اصلح المنظومه الصحيه، كل ان انا اختار الطلبه واعلم البحث العلمي ده واحد من اهم النقط الرئيسيه اللي هبدا منها اصلاح المنظومه الصحيه في مصر. شكرا. جاي اتكلم النهارده عن ازاي عرفت عن المشروع وازاي اشتركت فيه. في الحقيقه جت ان انا كنت اتنين اصحابي كانوا رايحين يقدموا على المشروع وعندهم انترفيو، فانا لما سالتهم يعني عن فكره المشروع وكده قالوا لي عجبتني الفكره، قلت لهم مش هخسر حاجه يعني اروح اقدم معاكم، خاصه ان احنا ما عندناش في الكليه حاجه بتدعم الريسيرش بشكل صحيح يعني في الكليه. فرحت ولما قدمت اخدت معاد الانترفيو كده، رحت بقى اليوم بتاع الانترفيو نفسه كنت عايز احكي التجربه بتاعتي، فواقف بره مع الناس كلها واحنا واقفين وكده شايف الناس وانا بتكلم معاهم او سامع ترتيش الكلام كده، سامع ان هم يعني ما شاء الله كانوا كلهم كويسين او احسن مني يعني كلهم عندهم خبره في الموضوع وكده. فصراحه يعني قلت ان انا تقريبا مش هنجح، خاصه ان انا عرفت ان كان في ناس كتير مقدمه ومن جامعات مختلفه مش بس من جامعه عندنا. فقلت خلاص يعني انا ادخل بقى اللي هيحصل يحصل. فدخلت يمكن ده جاي بايجابيه شويه عني، انا ما كنتش متوتر، دخلت كنت داخل مستبع شويه كده. فدخلت الانترفيو وجاوبت يعني الاسئله الموجوده وكده. بعد كده خلاص قلت انا تقريبا مش هنجح برضه لان كان حسيت ان انا ما كنتش كويس او كده. خرجت بعد كده النتيجه ظهرت ونجحت يعني دخلت المشروع. الناس من بين كل الناس اللي دخلت وانا مستوي ان انا اكمل معاهم. البحث انا بتاعي كان عباره عن كيس سيريوس، عباره عن بتتكلم عن الكيو فات ليفل اوف بريجنسي اند كومبليكيشن اللي بتحصل للعيانين هي عندنا. الكيو فات ليفل لاحظنا ان في كذا حاله بتخش في يعني بيحصل معاها مورتاليتي عاليه، فقرينا عن في علاج ليها ومن الحالات بتتحسن على الموضوع ده. فاحنا كنا كتبنا عن موضوع الاكيوت فيت ليفر اوف بريجنسي اند كومبليكيشن، مع الناس اتعالجت بالطريقه دي ان هم اتحسنوا. المنتور هو اهم ممبر عندنا في البروجكت، هو هيعلمك كل حاجه في عن الريسيرش، هيبدا معاك فروم اي تو زد، هيبدا معاك من اول سيرش سينتفك داتا بيز، هيبدا يعلمك ازاي تعمل سيرش على الانترنت، ازاي تجيب السينتفك انفورميشنز مع الانترنت. بعد كده هيبدا يحط قدامك الاوبشنز كلها عشان تختار الموضوع المناسب. ببساطة يعني هيحط قدامك مثلا في قسم الروماتولوجي بتاعي كان مثلا في روماتويد وكان في جوفينايل وكان في سيستيكولوس، كان في مالتيبل ديزيز، كان انا المفروض اختار ديزيز معين هحاول اشتغل عليه. بعد ما تختار ديزيز معين ده انت بتبدا هي تعلمك او المنشن بعد يعلمك ازاي تحط ايه من البروجكت بتاعك او بروبوز البروجكت بتاعك. بعد كده انت بقى بتبدا تعلمك ازاي تكتب ميثودولوجي ودسكشن وكونكلوجن للداتا اللي انت عملتها. بعد كده بتعلمك يعني المنتور يعلمك ازاي تكتب كومبليت مانوسكريبت في الفاينل فولدر عشان تعملها سبمشن. هو المشروع ببساطه هيبقى مسؤول عنك تشيل كومبليتلي في الفاينل في المانوسكريبت في السبمشن كل حاجه. البروجكت ده كان انترستنج جدا لانك انت لما يبقى عندك ساينتفك ريسيرش على جورنال انترناشونال جورنال ده هيفتح لك مجالات كثيره للشغل بره مصر، كمان في مستشفيات جوه مصر اللي هي 57 هو كان مشروع انترستنج. هو انا اول موشن
الشيف بتاعي دكتور ايمن قعدنا مع بعض واخترنا موضوع الكيس ريبورت اللي هنشتغل عليه، والحمد لله قدرنا نشتغل عليه خلال 4 شهور وكتبت المانوسكريبت بتاعه بشكل اساسي، وقدرت اظبط التفاصيل بتاعته مع الدكتور ايمن، والحمد لله قدرنا نعمل سبمشن لجورنال اوف ميديكال كيس ريبورتس. ودي طبعا خطوه كبيره جدا، وضيف عليها ان انا كنت مسجل عليه فيرست اوثر، فكنت ان انا ابقى فيرست اوثر وانا لسه دكتور امتياز، دي طبعا خطوه كبيره جدا، في حين ان يعني يبقى في شغل ماستر ودكتوراه وحاجات اعلى من كده ممكن ما يبقاش لي فرصه حتى ان انا اكتب فيها اسمي كسكند اوثر او حاجه او حتى قبل كده كمان يعني، فدي فرصه كبيره جدا ان انا قدرت استغلها الحمد لله. الحقيقه انا كنت عايز اتكلم عن مساعده المشرفين ليا في اثناء البحث من اول ما ابتدى وقت نص البحث بتاعت 4 شهور. الحقيقه انا الترحيب اللي انا لقيته يعني حاجه بجد في منتهى الروعه والجمال، يعني الواحد كان يقول فكره كان ممكن اقول لي انت في سنه ثانيه مش عارف بلاش انت لسه صغير كلام زي كده، الدكاتره مشغولين في المستشفى وراهم الشغل بتاعهم كلام زي كده، بس بجد كان كميه الترحيب بالرغبه بتاعتنا في ان احنا نكون ان احنا نشتغل في بحث من السن الصغير، الترحيب ده كله الواحد يعني ساعد على التحفيز، وكان ليه اثر كبير جدا في ان احنا اصلا نتحفز من نفسنا يعني. فكان واحد يقول فكره كانوا بيرحبوا بيها، كانوا بيناقشوها معانا، بيبداوا ياخدوا الفكره يشوفوا لو فيها اي ديفكت او فيها اي حاجه مش كويسه بيقولوا لا بلاش كده، بيدونا التوجيه اللازم عشان خاطر البحث يطلع في الاخر الصوره المناسبه التليق بينا، رغم ان احنا كنا صغيرين في السن. بحب اكد على النقطه دي بجد، يعني عندهم ترحيب كامل برغم الانشغال بتاعهم في المستشفى والانشغال بتاعهم في الحياه العامه بتاعتهم الحياه الشخصيه، لكن بجد كان مجرد مثلا ما يقابلنا اي مشكله ابعت ايميل او كده بيرد عليه خلال ساعه ساعتين، يعني حتى ما بقعدش تاني يوم ومش عارف الاجابه عن السؤال بتاعي. اصحابي في المشروع نفسه كان اي مساعده كنت احب احتاجها منهم ما حدش كان متاخر معايا خالص، في جو من الود اثناء الشغل نفسه، فبجد التيم ورك بتاعهم جميل جدا. زي ما قلت الدكاتره المشرفين يعني المساعده بتاعتهم في اي وقت كل واحد كان فعلا بيلاقيهم يعني. بحب اتكلم برضو على ان عايز اكد على نقطه ان المشروع مش فيك، يعني في حاجات كتير جدا بتطلع وان شاء الله هتعمل بحث وان شاء الله هنوصل وان شاء الله يبقى كلام تحفيز وكده، بس في الاخر مفيش حاجه. لكن اوريدي هو المشروع دلوقتي انتهى، المده بتاعت اللي كنا شغالين فيها انا وفي ناس من اصحابي وكده، كل واحد من البيبر اللي طلع بيها في الاخر، في ناس حصلها اكسبتنس في كونفرنسز، في ناس عملت سبمشن للبيبر بتاعتها في جورنالز، مستنيين ان شاء الله بالتوفيق الاكسبتنس بتاعهم حاليا. فبجد يعني اثناء سبب السن بتاعنا ده حتى اصحابي يعني حتى لو واحد ما اتخرجش كل ما يبقى ليه بيبر في السن زي كده ده شيء جميل جدا طبعا بيساعد في السي في. فبجد عايز اقول في النهايه يعني بفضل ربنا ونجاح المشروع، شكرا لك سيدي. انا حبيت اتكلم عن تجربتي في الرابطه البحثيه من ناحيه ازاي اثرت في حياتي وازاي طورت طريقه دراستي ومذاكرتي. انا ما كنتش بدايه اعرف، كنت اسمع عن الابحاث، اسمع ان في حاجه اسمها scientific research، اسمع ان في عن papers وكده، بس ما كنتش عارف عباره عن ايه وبتتعمل ازاي. وكان فكري ان هي اللي بيعملها دوت اللي بيقدم ماجستير او دكتوراه، ما كنتش عارف ان في طلبه على مستوى العالم بتعمل ابحاث وفي مؤتمرات بتتعمل على ابحاث الطلبه. فالحاجه الاولانيه في حياتي فادتني ان انا عرفت ان في حاجه اسمها كده، عرفت ان انا كطالب بامكاني ان انا اعمل بحث وان الموضوع مش متطلب ان الواحد يبقى عنده ماجستير او دكتوراه. بالنسبه لطريقه المذاكره، الابحاث بصفه عامه بتعلم الواحد ازاي يقرا كميات كبيره من المعلومات ويستخلص منها الحاجه اللي تفيده والحاجه اللي هو محتاجها. فده كانت نقطه مهمه جدا اتعلمتها، ان الواحد مش لازم في المذاكره، احنا للاسف في الكليات متعودين ان المذاكره تبقى عباره عن حفظ وكده، الريسيرش بيعلم الواحد ازاي يقدر يطلع معلومه مهمه في وسط كلام كتير.